ما حكم الصلاة خلف الإمام الذي يطوف حول القبور ويدعو الأموات؟ لا تجوز الصلاة خلفها، إذا كان يدعو الأموات فهذا مشرك، وإذا كان يطوف عند القبور بنية التقرب لها فهذا مشرك أيضا، الشرك الأكبر، هذا لا يصح منه صلاة ولا عمل حتى يتوب إلى الله عز وجل، لأن المشرك لا يقبل منه عمل حتى يتوب إلى الله عز وجل، فلا يكون إماما. نعم.